قبلت بيه بغا يكبر وليداتي، انا ولدت معاه وليداتي من الاول انا قابله عليه. تهزني على ظهرها راه ما شاء الله، وندور ونجيبوا الوليدات ما ياكلوا. بغى يخرج خاصني نخرجو، يبغى يدخل خاصني ندخلو، بغى يمشي حاشاك البيت ما خاصني نهزو. انا هي رجلي هاد البنيه بقى صغيره ما كتهزوش. كنهزو ندير طبيب جريبي نجيبو. رضعت شي هذايا داكشي ديال الله، ما عندنا ما نقول لا، ما كاين حتى حاجه غير الصحيح، من غير الصحيحه الرجيلات. كنت خدام، كنت كنبيع ونشري، كنت كنمشي للسوق كندير قزايبرات كندير صايله، ولكن بلي كتاب هادشي راه حنا ولينا كنمشيو ندورو عند الحباب. واليوم عيات ليا المراه، ما بقاش قد الدور بيا، ما بقيتش نمشي حتى السوق انا اصلا كاع. ركبو كيقول بنادم يضحك عليا، كنقول ليه انا اللي مركبك، اللي بغى يضحك يضحك. ما عديتش من وكر وليداتي، لما خرجش ولادي ما كيلقوش ما يدخل لهم حتى خبزه. عندي بنيات صغار ما كيصبروش على الجوع، كي شويه بديت باكا وبغى نخبيص. انا ما كنتسوقهمش، اللي بغى يضحك يضحك، اللي بغى يقعد يقعد. خاصك اصلا باش تسير على الوليدات، ما عندكش الصحه ما كاينش باش غتخرج تمشي تخدم وتجيب. لو كان عندي الصحه غنمشي نخدم ب 400، انا نخدم شي ب 400 درهم نخدم ونجيبها لوليداتي ونجي هاني، ماشي مشكل، ولكن الغالب الله. هادي صدموني بها في العيد الكبير قد قد، ها هي 3000 و 890 درهم. فهمت؟ شي حاجة نمشي نبيع ونشري فيها أنا ونجيبها 1000 ريال أنا ووليداتي ونجي ناكلو أنا وياهم، هذاك هو الخير، هذاك هو كل شيء.